إلى حق دستوري لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية برد القوانين إلى المجلس النيابي وبالتالي مناقشتها. الرد كان يرتكز على نقطتين رئيسيتين متعلقة بتعيين موعد الانتخابات أو التوصية بتعيين موعد الانتخابات بأذار 27، والنقطة الثانية المتعلقة بمسألة المغتربين. بعد النقاش المستفيض والذي تم حقيقة، وأنا لا أقول هذا من باب يعني تصوير الواقع على أنه إيجابي أبدا، ولكن كان حوار من أرقى الحوارات التي جرت في ظل هذا الوضع الحساس الدقيق، وفي ظل الظروف التي نراها في بعض الأحيان متشنجة بين السادة النواب والكتل السياسية ووجهات النظر المتضاربة. كان هناك نقاش فسح المجال لحوار في المجلس النيابي وخارج المجلس النيابي. أكرر وتذكروا، فسح المجال لحوار في داخل المجلس النيابي وخارج المجلس النيابي. وعادي كانت هيدا يعني السبب الرئيسي اللي أدى بي إلى رفع الجلسة إلى مدة ربع ساعة كما علمتم جميعا. طبعا السادة النواب تمسكوا بالأكثرية المعروفة، سواء بالنقطة الأولى المتعلقة والتي كانت موضوع الرد المتعلقة بالتوصية بتاريخ موعد الانتخاب اللي هو 27 شهر، مع حذف الكلمة التي وردت في القانون حيث قيل أنه المزمع عقدها في 27 أذار، واستمروا في تبني النقطة الثانية المتعلقة أيضا بمسألة انتخاب المغتربين كل حسب دائرته لهذا الانتشار في العالم. الذي أعتقد شخصيا أنه من اليوم أو حتى نهار الخميس، لأنه هذا القانون سيكون على جدول أعمال الهيئة العامة كما قلنا في التصريح الذي أدلينا به من عين التيني بعد اجتماع هيئة المكتب، سيكون على جدول أعمال الهيئة العامة. أنا أعتقد هناك في باب كبير للحوار، وأعتقد أيضا أن الهيئة العامة هي صحة القرار في نهاية الأمر بتبني ما يراه مناسب كحالة نهائية لوجود قانون انتخاب نيابي وبالتالي إلى إجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي. المجلس النيابي والرئاسي مصرة على أن تكون الانتخابات في موعدها الطبيعي، وهذا ما يعمل من أجله، وسخرت كل الأمور من أجل أن تسهمد الطريق من أجل بلوغ هذا الهدف. مسألة الطعن بالقانون أو عدمه مرتبط بتقويم الجهة التي تريد أن تطعن. عما إذا كان هذا سيؤدي إلى تعطيل الانتخابات النيابية أو عدمها، هذه نقطة في غاية الأهمية. ونحن رأينا في النقاش الدائر اليوم، ومثل ما قلت لكم كان نقاش عميق، كل الكتل النيابية دون استثناء حتى من الممكن أن يتم الطعن من قبله مصر على الانتخابات النيابية بموعد الطبيعي. لذلك مسألة أنه هذه الانتخابات هذا الطعن سيؤدي إلى تعطيل انتخابات أو لا يؤدي، لا شك أنه سيكون موضوع مناقشة ذاتية عند أي جهة تفكر بأن تقدم طعن بهذا القانون. صحيح، هو الدستور واضح بهذا النص، وسبقت الموافقات الاستثنائية كما تعلمون جميعا كانت بعهد حكومة الرئيس حسان دياب، وكان في قبل سوابق لهذا الشأن. اليوم في حكومة عاملة، في حكومة عاملة. الحجة كانت انه مجلس النواب عطى مدة 5 أيام الإجراءات المستعجلة، وفخامة الرئيس جابه واقع انه الحكومة اليوم لا تستطيع الاجتماع بسبب المشكلة القائمة. ولكن أنا أعتقد أنه
وبالتالي كان يعني سلك نفس الطريق الذي كان يسلك في مسألة إطلاع دولة رئيس مجلس الوزراء. كان هذا موضوع نقاش من السادة النواب، وكان هذا سيؤدي لو أخذ بهذا الرأي إلى رفض بالشكل مناقشة الرسالة. طبعا أنا رفضت طرح الموضوع من هذه الزاوية، والنواب استجابوا لرفضي جميعا دون استثناء، لأنه نحن مش بصدد إقماش مع يعني والتمسك بهذه الحرفية وإخضاعها لنقاش يؤدي إلى عدم تهيب أن هناك رسالة من فخامة الرئيس يجب أن يؤخذ مضمونة ويناقش بكل إيجابية. هذا أنتوا إذا سمعتوا لبرا مش معناتها كانت مرتفعة، لا، هذا ظلم حقيقة، لم تكن هكذا، ولكن كان هناك إدلاء بوجهات نظر، وكان في وجهات نظر متضاربة طبعا، يعني لم تكن متوافقة في نقاط معينة أو متمايزة أو مختلفة، ولكن بالصوت المرتفع الذي أحيانا أنا أقوم به كمرافعة عندما أقوم بها، هذا لا يعني أنه على خلفية غضب أو على خلفية خلاف حاد أو مستحكم أو لا، هذا الحقيقة كان في وجهة نظر متضاربة بكثير من الأمور. دكتور الرئيس، المسار اللي ماشي فيه الأمور، هل تعتقد أن الانتخابات النيابية بخطر؟ لك أقول لك بصدق، كل الإعلان من السادة النواب الذي جرى اليوم دون استثناء كان في إصرار على مسألة كيفية تأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي. وأنا كنت أقول قبل تشريفك أنه حتى إذا فكر بالطعن، لا شك أن الذي يفكر بالطعن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير الطعن على إجراء الانتخاب أو عدم. ما بعرف بقصة المال، ما فينيش أعطي رأي، غيابي مش قادر. هل يمكن أن نشهد عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم من تعبئة هيئة النيابة مثلا؟ أنا لا أعتقد ذلك. أنا أستطيع أن يعني أنا شخصيا أعتقد أنه فخامة الرئيس لا، هو الذي الحريص يجب أن يكون، وهو كذلك الحريص على إجراء الانتخابات النيابية. أقله، أليس هذه هي تصريحات فخامة الرئيس المتكررة في الخطب الذي أدلى بها في إطلالاته الأخيرة؟ نعم هكذا كان وهكذا يجب. الكتلة كتلة لبنان القوي داخل في المناقشات الآن كمان أعلنت تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية، وأنا علي ظاهر الأمور، وطبعا بكرة الأفعال بتبين. شكرا.